اهلا بيكم معانا في حلقه جديده من برنامج الجدعان ريل استيت، البرنامج اللي بيتابع السوق العقاري في كل حته في مصر وكمان بره مصر. والنهارده احنا متواجدين في عاصمه المملكه العربيه السعوديه الرياض عشان نتابع واحد من اهم المؤتمرات والمعارض اللي بتقام في المملكه العربيه السعوديه، معرض نايل اكسبو والمؤتمر الدولي شديد الاهميه SEREC او سعودي ايجيبشن ريل استيت كونفرنس. هيكون عندنا لقاءات مع أكبر المطورين المصريين والسعوديين وكمان رجال الدولة من الجانبين. لكن قبل ما نبتدي لقاءاتنا هتكلم معاكم في موضوع اتسألنا عليه كتير لأنه عامل شوية دوشة في السوق العقاري المصري، وهو موضوع طرح الوحدات العقارية المصرية بالدولار للمصريين العاملين بالخارج والأجانب. وده موضوع انفردنا بطرحه ومتابعة أول مناقشاته اللي كانت من خلال مؤتمر إنفست جيت في حلقة الأسبوع اللي فات. الموضوع ببساطة يا جماعة، إحنا مش هنبيع العقار المصري بالدولار ولا حاجة للمصريين. الناس كلها بتقول يا جماعة ازاي هتطرح الوحدات العقارية بالدولار واحنا النهاردة مش لاقيين الدولار واصلا بنشتري المنتج العقاري عشان نحافظ على قيمة الفلوس اللي معانا. لكن الموضوع مش كده خالص، لان طرح الوحدات العقارية بالدولار مش هيكون للمصريين اللي عايشين جوه مصر، بالعكس هيكون للاجانب والمصريين العاملين بالخارج فقط. يعني دي دولارات هتخش من بره مصر عشان تزود الحصيلة الدولارية وبالتالي تساعد في انعاش الاقتصاد المصري. وفي ناس تانية بتقول طب ايه الجديد، ما هو في شركات اصلا بتبيع بالدولار للاجانب بقالها سنين طويلة. لكن الجديد في الموضوع هو ازاي نحط خطة للتوسع في الحصيلة الدولارية اللي هتيجي من بيع العقارات للمصريين بالخارج والاجانب. لكن القانون كان بيدعم بس بيع العقارات بالدولار للاجانب لكن مش للمصريين بالخارج، وده التعديل اللي هيتم على القانون. لكن على الجانب التاني، عرض الوحدات العقارية دي لازم يكون بطريقة محترفة وبشكل فعلا يجتذب العميل اللي هيضطر يدفع اقساطه كلها بالدولار. ازاي الشركات العقاريه هتقدر تعمل عروض وتخفيضات في اسعار الوحدات عشان تبيعها بالدولار الامريكي؟ ودي النهارده المباحثات اللي بتتم ما بين المطورين العقاريين ممثلين من خلال المجلس القومي للعقار المصري والدوله، وان شاء الله قريب جدا يصدر القانون على احسن وضع من خلال المباحثات اللي بتتم على اعلى مستوى. ودلوقتي تعالوا بينا نبتدي لقاءاتنا من المملكه العربيه السعوديه وبالتحديد في العاصمه الرياض من خلال معرض نايل اكسبو ومؤتمر تكامل لا تنافس. تشاهدون في حلقة اليوم. سرني أن أرحب بكم جميعا ونسعد اليوم بلقائكم في المؤتمر والذي ينعقد تحت شعار تكامل لا تنافس، والذي يعكس رؤية جديدة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر في هذا القطاع العقاري. المملكة العربية السعودية بتشهد طفرة عقارية كبيرة جدا، وما بين الدولتين من احترام وثقة يخلينا نبتدي نفكر ازاي يحدث تكامل بيننا وبين بعض. التطوير العقاري المصري خبرته كبيرة ضخمة أكبر من 50 سنة، السعودية محتاجة الخبرة هذه. السعودية دلوقتي عندها 255 مشروع يقدر قيمتهم بحوالي 1,700,000,000,000 دولار. أكتر حاجة شبيهة للنسيج المصري والثقافة المصرية هي السعودية. النهاردة انت عندك في السعودية أكتر من 4 مليون مصري، وزائد كمان ان الإخوة السعوديين كمان دايما بيحبوا يشتروا في مصر، فتواجدنا معاهم وفستهم بشكل دائم في المملكة بيبقى شيء مهم جدا. تشاهدون الآن. سرني أن أرحب بكم جميعا ونسعد اليوم بلقائكم في المؤتمر والذي ينعقد تحت شعار تكامل لا تنافس، والذي يعكس رؤية جديدة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر في هذا القطاع العقاري. المملكة العربية السعودية بتشهد طفرة عقارية كبيرة جدا، وما بين الدولتين من احترام وثقة يخلينا نبتدي نفكر ازاي يحدث تكامل بيننا وبين بعض. التطوير العقاري المصري خبرته كبيرة ضخمة أكبر من 50 سنة، السعودية محتاجة الخبرة هذه. معرض عقارات النيل نايل اكسبو، حدث عقاري عظيم يليق بتجربة مصر في قطاع العمران.
بتنظمه شركة إكسبو ريبابليك المتخصصة في المعارض العقارية، والنسخة 11 كانت في فندق كراون بلازا في قلب مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، واللي قدام حضراتكم أهم مطورين العقاريين في مصر بيشاركوا في مهمة وطنية لتبادل الخبرات والشراكات مع المطورين السعوديين. وقولا واحدا، دخول المطورين المصريين السوق السعودي مش معناه الخروج من السوق العقاري المصري، لأن تجربة مصر في صناعة العقار ملهاش مثيل في العالم، والخارج منها خسران، لأنها باختصار من أعلى العوائد على الاستثمار العقاري في العالم. وبطبيعة الحال مصر بتصدر خبراتها وتجاربها الناجحة لكل أسواق العالم، ومشروعات البنية التحتية وإدارة الكومباوندز السكنية، كمان تشغيل منظومة الخدمات في مشروعات القطاع العقاري. كل دي عناصر أدت إلى أن التجربة العقارية المصرية تبقى من أهم تجارب العقار في العالم. ودي كانت محاور مهمة ناقشها المؤتمر السعودي المصري اللي تنظم على هامش معرض عقارات النيل تحت شعار تكامل لا تنافس. وحضروا السيد عبد الرحمن الطويل وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتطوير العقاري بالمملكة العربية السعودية، وكمان حضر المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وعدد كبير من أهم المسؤولين والمطورين العقاريين من البلدين. المهندس أحمد صبور رائد صناعة العقار في مصر ورئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور، وكان أمين عام المؤتمر وواحد من أهم المطورين المشاركين في مؤتمر ومعرض عقارات النيل، حقيقي قدر يقدم رؤية مهمة للتعاون بين المطورين في مصر والمملكة العربية السعودية. وكلمنا عن أحدث 4 شركات أطلقتها شركة الأهلي صبور في السوق العقاري المصري. النهاردة وإحنا في المملكة العربية السعودية تحديدا في مدينة الرياض بنحضر مؤتمر، حضرتك الأمين العام للمؤتمر، بس أنا لفت نظري تكامل لا تنافس وهو عنوان المؤتمر، عايز أعرف الفلسفة وراء المؤتمر. المملكة العربية السعودية بتشهد طفرة عقارية كبيرة جدا، وما بين الدولتين من احترام وثقة يخلينا نبتدي نفكر إزاي في هذا القطاع وفي هذه الصناعة أن يحدث تكامل بيننا وبين بعض. يعني إحنا بنفتح دراعاتنا تماما للمطورين والمستثمرين السعوديين، إن مصر مليئة بالفرص، إن اتفضلوا استثمروا وفي القطاع العقاري في مصر. في آخر 40 سنة تم وبيتم إنشاء 65 مدينة جديدة في مصر بيسكن فيهم النهاردة 8 مليون نسمة، هيوصلوا إلى 65 مليون نسمة، رقم خطير. فقط مدن الجيل الرابع 38 مدينة، هقول 3 بس منهم من 38، وكل واحدة فيهم يعني قصة في حد ذاتها: العاصمة الإدارية الجديدة، العالمين الجديدة، المنصورة الجديدة، رأس الحكمة الجديدة إلى آخره. يعني كل مشروع من دول عملاق. هي شايفين إن المملكة العربية السعودية والشركات هنا هو يعني عندهم ترحيب كبير كابيتالايزنج على هذه الخبرات. شايف حضرتك من خلال زياراتك للمملكة العربية السعودية إيه اللي إحنا ممكن نستفاد منه من التجربة الحديثة السعودية؟ حاجات كتير من وجهة نظري أهمها وأخطرها: الصناديق العقارية. المملكة العربية السعودية حقيقة يعني مشت مشوار طويل محترف جدا في إنشاء وتشغيل وتفعيل الصناديق العقارية وربط هذه الصناديق العقارية بالبورصة، ونقدر نقول نصل إلى إنه في حاجة اسمها البورصة العقارية. نقل هذه التجربة ممكن يكون ذو فائدة كبيرة جدا لنا في مصر، ويوفر علينا مشوار طويل ان ناخد من حيث انتهت المملكة العربية السعودية. وانا لازم استغل فرصة القناة واشكر الناس اللي كرموني، الحقيقة يعني كانت حاجة يعني زي ما نقول يعني شرف على 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 رقبتي، يعني الدكتور باسم كليلة رئيس إكسبو ريبابليك المنظمة للمعرض، والأستاذ أحمد أبو رايا اللي أنا طبعاً بحترمه وبقدره، وهم الاثنين طبعاً بحترمه وبقدرهم تقدير كبير. المعرض تنظيمه وشكله رائع حقيقة، من على باب المطار وإحنا حاسين بتنظيم فوق الوصف. والنهاردة لما دخلت المعرض متنظم بطريقة محترمة، بطريقة محترفة، بطريقة شيك. عارضين مشروعين، مشروع جاردينيا ومشروع وصال. مش هتكلم عن المشروعين لأن الحقيقة مصر كلها عارفة المشروعين دول والحمد لله. وبعدين أنا بقى شهادتي في البنك الأهلي طبعاً هتبقى مجروحة، لأن إحنا شركاء من حوالي 31 سنة وما شفناش مع بعض غير كل الخير. أنا حقيقي ما شفتش غير كل الاحترافية
من البنك على مدى 31 سنة. بنك مصر تعاملت معه عن قريب، والحقيقة برضو شفت كل الاحترام وكل الاحتراف من القائمين على البنك. قابلنا كمان وإحنا في مؤتمر عقارات النيل السيد عبد الرحمن الطويل، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتطوير العقاري بالمملكة العربية السعودية، واللي هنعرف منه خطة النهضة العمرانية لتنفيذ 300,000 وحدة سكنية قبل نهاية 2025 في المملكة العربية السعودية، وكمان الاشتراطات المحددة لدخول المطورين بالسوق العقاري السعودي. سعادة المصريين لا توصف بالتقدم الكبير والنهضة اللي بتحصل النهاردة في السعودية. النهضة دي ما جاتش من فراغ، جات بتخطيط جيد جدا واستراتيجية حضراتكم حاطينها لسنين جاية. فيما يخص العلاقة المصرية السعودية، ايه هي الاستراتيجية السعودية للفترة اللي جاية؟ طبعا بحمد الله اليوم حراك المملكة العربية السعودية حراك غير مسبوق ومنقطع النظير. انا اعتقد اليوم الاسكان أحد المسارات، نعمل مع زملائنا في جميع القطاعات لتحقيق رؤية 2030. فيما يخص قطاع الإسكان طبعا اليوم إحنا عندنا مجموعة مستهدفات نعمل عليها، من أهم هذه المستهدفات اللي هو صناعة حقيقية للتطوير العقاري. اليوم نجد مدن مختلفة، نجد مشاريع ضخمة عملاقة، استثمارات مليارات الريالات، مطورين عقاريين من القطاع الخاص نعمل معهم بشكل كبير، مرافق مكتملة الخدمات، أحياء جديدة. بحمد الله اليوم في منظومة الإسكان هم نعمل على بناء أكثر 150,000 وحدة سكنية، سنصل بحول الله قبل نهاية 2025 إلى طرح قرابة 300,000 وحدة سكنية، وبإذن الله الأرقام هذه ستتضاعف في الخمس والعشر سنوات ومستقبل بإذن الله. بما يخص العلاقة السعودية المصرية، يمكن هي علاقة قديمة وعلاقة متجذرة، يعني يمكن ما يحتاج أن أتكلم عنها، ولكن فيما يخص اليوم العمل مع قطاع المطورين في جمهورية مصر بدأ حراك كبير. يمكن أعلن قبل شهرين في سيتي سكيب، معرض سيتي سكيب العالمي اللي يقيم في شهر سبتمبر، أعلن يمكن في المؤتمر عن علاقة تعاقدية ما بين الشركة الوطنية للإسكان الذراع الاستثماري للوزارة والتنفيذي مع شركة تي ام جي طلعت مصطفى جروب كأول مشروع حقيقي ضخم لمجموعة طلعت مصطفى في المملكة العربية السعودية. راح يكون في تطوير أرض ضخمة قرابة 10 مليون متر مربع، بتكون فيها تجارب مشتركة ما بين الثقافة السعودية والقدرة المصرية والشكل الكوميونيتي. يمكن اليوم هذه واحدة من الأشياء اللي كانت فيها تميز في جمهورية مصر، أنا متأكد أنها ستكون تجربة مختلفة. أيضا أنا يمكن في الشهر الماضي أعتقد التقيت بأكثر من 10 مطورين مصريين، جميعهم سيكونون إن شاء الله اللي يرغب في أنه يكون جزء من حراكنا مرحب فيه. بالتأكيد الفرص كثيرة، وأنا دائما أقول اللي يريد الفرصة في المملكة العربية السعودية على مستوى العالم سيجدها جاهزة، الأهم يكون عند الالتزام والقدرة والرغبة في تحقيق النجاح. تعالوا دلوقتي نقابل المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، هنعرف منه تفاصيل التعاون المصري السعودي في مجال التنمية العمرانية، وهيكلمنا عن تفاصيل خطة طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة المصرية. احنا عارفين طبعا العاصمة الإدارية الجديدة في خطة بقى لها فترة طويلة بتتجهز لطرحها في البورصة المصرية والبورصات العالمية كمان، ويتزامن مع المؤتمر النهاردة إعلانكم باقتراب طرح العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة. عايزين نعرف من حضرتك تفاصيل أكتر عن الموضوع ده. هي فكرة طرح، يعني طالما المساهمين الشركة طلبوا أن احنا كإدارة تنفيذية هيبقى في فكرة الطرح، احنا كان لازم نجهز الشركة للطرح. طبعا في اجراءات كتيره واجراءات مرتبطه بالرقابه الماليه واجراءات داخليه عندنا ورقابه، وبالنسبه للميزانيات للهيكل لكل الكلام ده كله احنا شغالين في ده. كان قلت قبل كده ان احنا هنبقى على شهر 6 اللي جاي ان شاء الله نص، يعني يمكن يعني نص السنه هنبقى جاهزين للطرح. في نفس الوقت بنشتغل بالتوازي، بنشوف النهارده لسه بندرس عشان نعين مستشار مالي ومستشار طرح عشان نبتدي نشوف شكل الطرح عامل ازاي. احنا كنا حاطين مستهدفين من 5-10% للطرح، لكن بنقول هل هنطرح، بعض الدراسات قالت مش الشركة الأم، ممكن نطرح من الشركات اللي هي التابعة لينا، ممكن نطرح جزء من الشركة، كل دي أشكال، لكن في الأصل أهم حاجة أن أنت تبقى جاهز. عايزين نعرف من حضرتك برضو طرح العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة ده العائد الاقتصادي على مصر هيكون إيه؟ في كذا عائد. أولا يثبت مدى نجاح هذا المشروع، نمرة واحد. نمرة اثنين ان احنا النهارده في كتير من المستثمرين صغار المستثمرين عايزين يستثمروا، خصوصا حاجه زي العقار. طبعا الناس كلها شايفه في مصر ان العقار من احد الوعاءات الادخاريه اللي هي ليها عوائد كبيره، ف
فدي هتدي فرصه لمستثمرين كتير صغار المستثمرين ان هم يخشوا يشتروا سهم ويتداول الحاجات دي كلها. احنا كشركه عاصمه بالنسبه لنا هيبقى العائد هنعرف تقييم الشركه الحقيقي، وكل ما بنحقق ارباح قيمه الشركه بتزيد والاسهم بتاعها بترتفع وبالتالي قيمه الشركه. كل دي عوائد هترجع للدوله سواء في ضرائب سوق الضرائب يعني طريقه مباشره في سوق الضرائب، او في ارباح تطلع من الشركه او في قيمه الشركه نفسها. العوائد اللي جايه من طرح الاراضي السابقه النهارده مخلياكم ماشيين على الخطط اللي انتم مستهدفينها بشكل جيد. الحمد لله وعندنا بالحقيقه ارباح جيده، فالحمد لله يعني ماشيين. وبالتالي احنا بقالنا سنه كنا واقفين بيع الاراضي، لان احنا عندنا يعني الحمد لله اللي سندنا ان احنا نعيد ترتيب البيت. يعني هل تم تحديد ميعاد الطرح؟ في نهايه الربع الثاني هنكون جاهزين، يعني هنكون من نهايه الربع الثاني من سنه 2024 هنكون احنا تقريبا غالبيه المتطلبات لسوق المال هنكون حققناها. دهانات الجزيرة من الشركات الرائدة في عالم الدهانات والألوان والحلول الإنشائية، عمرها بيمتد لحوالي 44 سنة، وبيديرها السيد عبد الله بن سعود الرميح الرئيس التنفيذي للشركة. بتمتلك أكبر مختبر بالشرق الأوسط متخصص في إنتاج الدهانات، وابتكرت حلول ومنتجات اتحفرت وتسجلت باسمها. وأهم مبدأ في دهانات الجزيرة هو إزاي أحافظ على معايير الاستدامة والأمن البيئي. وكانت النهاردة هي الراعي الرسمي للمؤتمر السعودي المصري اللي تم تنظيمه على هامش معرض عقارات النيل نايل أكسبو. السيد عبدالله الرميح وجه كمان دعوة للحضور المشاركين في مؤتمر عقارات النيل لزيارة أكبر صالة عرض أو شوروم في العالم لعرض منتجات وحلول شركة دهانات الجزيرة، وحقيقي كانت مفاجأة. قدروا من خلالها يشوفوا أحدث الحلول الذكية في الدهانات والعزل والتشطيب، وكلها منتجات صديقة للبيئة ومقاومة لعوامل الجو ودرجات الحرارة، والأهم إنها متسجلة باسم شركة دهانات الجزيرة. أنا كنت في زيارة لمعرض دهانات الجزيرة هنا في الرياض في فترة ماضية. الإكسبيرينس اللي بياخدها العميل لما يخش يشوف الابتكارات الكبيرة اللي انتوا عاملينها اللي متسجلة باسم دهانات الجزيرة، فسلسلة من النجاحات وقوة من أول ما تخش تحس بقوة دهانات الجزيرة. حابب أعرف السر وراء دهانات الجزيرة وأنها تعرف تنافس أسماء عالمية موجودة من أقوى الأسماء العالمية. شركة دهانات الجزيرة شركة سعودية عمرها أكثر من 44 عام. أهم ميزة عند دهانات الجزيرة من مؤسسين إلى امتداد الجيل الثاني اليوم هو نكون مختلفين، ما نقدم حاجة شبيهة. شركة دهانات الجزيرة ولدت بين شركات عالمية، وحولنا هذا التحدي إلى ميزة، وأصبحنا ننافس في الابتكارات. أصبح عندنا في ديني في الشركة أنه لابد أن احنا نبتكر، لابد أن احنا نطلع شيء جديد، ولابد أن احنا نسبق من سبقونا في العمر. اليوم احنا موجودين في مصر، حضرتك تجربتك في المعرض اللي في السعودية حتشوفها قريبا في مصر إن شاء الله. حاليا في 6 أكتوبر واحد من المعارض افتتحناه، وإن شاء الله خبر جميل إن هنشوف نفس المعرض، نفس التجربة ده، لأن ده أكبر المعرض اللي في السعودية أو صالة الزوار اللي في السعودية من أكبر المعارض في العالم مستوى العالم. صحيح للدهانات صحيح. عندنا الآن في 6 أكتوبر وفي واحد جديد قريب من مساحة هذا المعرض حيكون في التجمع بإذن الله. تقييم حضرتك للمؤتمر النهاردة ومشاركتكم برعاية المؤتمر؟ احنا لازم نشارك أصلاً ولازم نرعى المؤتمرات اللي زي هذه. احنا شركة سعودية نعم، ولكن أيضاً مصرية. دهانات الجزيرة سعودية مصرية. المؤتمر هذا مؤتمر رائع، مؤتمر يوجد فيه نخبة كبيرة وثقيلة، ما اللي جمعهم اليوم إنسان ناجح وإنسان موفق. اعتقد انه من انجح المؤتمرات في اللي عملت في السنه هذه. تحت عنوان تكامل لا تنافس، راي حضرتك طبعا في الانفتاح الكبير اللي بتشهده المملكه العربيه السعوديه دلوقتي والاستفاده من خبره التطوير العقاري المصري. التطوير العقاري المصري خبرته كبيره ضخمه اكبر من 50 سنه. السعوديه محتاجه الخبره هذه، والقطاع العقاري المصري عنده سوق ضخم فصعب تستقطبه. يعني ما هو سهل تطلع المطور العقاري من مصر، لأن سوق مصر ضخم جدا. اليوم بهذه المؤتمرات وبهذه الجسور اللي تبنى الاقتصادية بين البلدين بدأنا نشوف المطورين العقاريين جايين للسوق السعودي. تبادل هذه الخبرات حيولد منتج نهائي رائع يخدم المواطن المواطن أو المستخدم النهائي، ويخدم الطفرة العقارية اللي موجودة في البلدين.
قابلنا كمان الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر ورئيس مجلس التعاون العقاري المصري، وعرفنا منه تفاصيل اللقاء اللي تم بين المطورين المصريين والسيد ماجد الحجيل وزير الإسكان السعودي. بمنتهى الصراحة، الشركات المصرية بتسيب الاستثمار في مصر والنهاردة جاية تستثمر في السوق العقاري السعودي؟ أنا سعيد جدا بالسؤال ده عشان يعني نناقش الموضوع بوضوح، ويمكن أنا أشرت له في كلمتي الافتتاحية النهاردة في المؤتمر. مصر عندها تجربة تنمية عمرانية قوية جدا، عمرها 45 سنة من ساعة إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سنة 79. مصر أنشأت 24 مدينة جديدة تم إنشائهم، النهاردة في 24 مدينة تانية مدن الجيل الرابع، بالإضافة لعدد آخر من المدن الجديدة تحت الدراسة بيوصل الإجمالي ل 61 مدينة جديدة. السوق المصري قوي وكبير، والقطاع الخاص لعب فيه دور كبير جدا في النهضة العمرانية اللي حصلت. بس كمان احنا خدنا خبرات كبيرة جدا في 20-25 سنة اللي فاتوا بالتحديد كشركات تطوير عقاري. 2019 كان أول لقاء لينا بمعالي وزير الإسكان السعودي، وساعتها معالي وزير الإسكان عرض علينا الخطط التنموية في المملكة والرؤية والمنظومة اللي في المملكة، ولقينا أن المملكة بتعمل منظومة واضحة للتطوير العقاري. بعدها بسنتين كان في لقاء آخر، لقينا لا ده بقى في منظومة متكاملة، في تشريعات، في تمويل عقاري، في تمويل بنكي. ومعالي وزير الإسكان في الاجتماع لنا بوضوح، احنا محتاجين ننقل تجربة وخبرات الشركات المصرية في تطوير حياة متكاملة إلى السوق السعودي، احنا مش محتاجين استثماراتكم. وبقف عند الكلمة دي عشان انا قلت النهاردة الكلام ده في كلمة الافتتاحية. الشركات المصرية جاية السعودية بدعوة كريمة من الحكومة السعودية ان احنا نتشارك الخبرات وننقل خبراتنا للسوق السعودي، مش جايين عشان نستثمر، احنا جايين ننقل خبراتنا والنوهاو بتاعنا للسوق السعودي، وعلى فكرة وجايين نتعلم كمان من السوق السعودي، لان السوق السعودي سابقنا في حاجات تانية. زي ايه؟ الصناديق العقارية. السعودية فيها 12 صندوق عقاري وشغالين بقوة والمنظومة واضحة ومفهومة. تشريعات هنا في منتهى القوة، محتاجين نطور التشريعات عندنا. المشاريع بتنزل في السعودية، الاستدامة والمدن الذكية requirement، شروط أساسية لازم تحققها في المشروعات. التكنولوجيا زي ما حضرتك تفضلت، المنظومة متكاملة. فالسوق السعودي سوق متكامل، احنا هنستفيد منه وهنفيده. صادق من الشركات الرائدة في السوق العقاري المصري، لأنها بتمتلك محفظة أراضي تعدت 16 مليون متر مربع، منها 9 ملايين متر في غرب القاهرة و5 ملايين متر في منطقة شرق القاهرة، بخلاف 2 مليون متر في الساحل الشمالي، وعمرها بيمتد لحوالي أكتر من 25 سنة في السوق العقاري المصري. قابلنا المهندس المخضرم أيمن عامر، مدير عام شركة صادق، واللي نفذت أجمل المشروعات والكومباوند السكنية والسياحية، وسلمت كل مشروعاتها في مواعيدها المحددة. أخيراً اتقابلنا، بقالنا فترة بنتكلم إن احنا نتقابل بحقيقة، ونسمع شركة صادق شايفة الماركت إزاي. بس قبل ما ابتدي، كلمني النهاردة عن المؤتمر والمعرض اللي معمول النهاردة في الرياض. الحقيقة مبسوط جداً إن المصريين بدأوا ينفتحوا على العالم بره. يعني أنت النهاردة دي مش أول زيارة لينا للمملكة العربية السعودية، جينا سيتي سكيب جلوبل، وكان أصلاً قدومنا للسوق علشان ندرس حركة السوق السعودي وإيه المتطلبات وتصدير العقار، إزاي نبدأه في هذا السوق الكبير المهم جدا بالنسبة لمصر المصريين. أنت عارف أن الجنسية السعودية وهم أشقائنا وحبايبنا هم يأتوا تقريبا في قائمة الجنسيات نمرة واحد اللي بتشتري في جمهورية مصر العربية. صحيح. بحجم استثمارات ضخم جدا، ودي مثلا مش بقالهم سنة ولا سنتين، أشقائنا في السعودية بيشتروا في مصر بقالهم أكتر من 30 سنة، من أيام ما كانت لسه المهندسين والزمالك ومصر الجديدة، وبعدين لما الكومباوندز والسياسات بتاعتها بدأت تظهر بدأوا يشتروا في الكومباوندز، وطبعا هم مهتمين قوي قوي في الفترة اللي فاتت بالساحل الشمالي. وزي ما أنت عارف إحنا الساحل بقى مقسوم دلوقتي لثلاث أجزاء، الساحل القديم والساحل الطيب جديد والجديد قوي بالظبط كده. فيعني احنا النهارده صادق كانت تقريبا من اوائل الشركات طبعاً اللي راحت في منطقه سيزر، وعملنا قريه سيزر العبد، وهي الحقيقه يعني تعتبر فلاكشيب بالنسبه للمشاريع اللي موجوده لصادق واللي موجوده في الساحل كله. مشروع مختلف متميز، الكثافه فيه قليله جدا، البحر بتاعه متميز قوي لانه على خليج جميل. انا بعتبرها من الشركات الرائده كمان، يعني او ماركت ليدر
بتخش مطورين كتير بيشوف الصادق راحت فين ونروح معاه. بشكرك يا مجدي. والحقيقه هو ده حصل، لان احنا اول لما فتحنا سيزر مبيعات في 2015 بدات المنطقه حوالينا تتطور وتنمى بشكل كبير جدا، وبدات تيجي كل اسماء المطورين المحترمين يبقوا حوالينا، وده بيساعدنا مش بينافسنا. يعني ده تكامل لا تنافس، زي شعار الاستثمار اللي موجود النهارده المؤتمر، ان انت فعلا المطورين بيجوا حواليك. احنا في الاخر السوق كبير قوي بيستوعب اعداد ضخمه جدا من المطورين. بسم الله ما شاء الله، يعني انت بتتكلم السوق السنه دي 9 شهور 450 مليار جنيه تقريبا مبيعات على مستوى الشركات كلها. ففي طفره في السوق، في طلب حقيقي، في 105 مليون بني ادم موجودين جوه مصر عايزين يشتروا. بالنسبه لهم السوق العقاري ده بمختلف الليفلز طبعا، وهو كل حد بيدور على المنتج اللي يناسبه. وزي ما احنا بنقول ان حجم السوق يستوعب ان يبقى فيه شركات كبيرة وضخمة، وده اللي شجع مثلا شركة زي الدار الاماراتية ان هي تخش تستحوذ على صادق، هي واي دي كيو هي من اكبر الصناديق اللي موجودة طبعا. انت النهاردة محتاج في مصر يدخل لك اف دي ايز، وعشان يدخل اف دي ايز لازم يبقى كل الرولز الحاكمة بتسهل على المطور او بتسهل على المستثمر انه يدخل السوق العقاري المصري. انت النهارده كل يومين ثلاثة بتسمع على استحواذ جديد، مش لازم يبقى في السوق العقاري ولكن في اسواق تانية. كانت صادق الحمد لله يعني من اهم الشركات اللي حصل لها موضوع الاستحواذ ده من حوالي سنتين، ومن ساعة الاستحواذ لحد النهاردة الشركة بتكبر جدا. ولو بصيت على النتائج بتاعتنا في 9 شهور الأولانية هتلاقي ان احنا تقريبا نسبة المبيعات بتاعتنا year on year سنة على سنة يعني زادت في حدود 70%. والحقيقة برضو من على المنصة دي يعني I would love to say ان الحكومة ساعدتنا جامد قوي في السنتين اللي فاتوا، في وقت كان فعلا المطورين فيه يعني عليهم ضغط بسبب القصة بتاعت عدم استقرار سعر صرف العملة وما إلى ذلك. لا، الحكومة وهيئة المجتمعات العمرانية ساعدونا جامد جدا ان احنا نحاول نتجاوز الأزمة دي. تشاهدون بعد قليل. السعودية دلوقتي عندها 255 مشروع يقدر قيمتهم بحوالي 1,700,000,000,000 دولار. أكتر حاجة شبيهة للنسيج المصري والثقافة المصرية هي السعودية. تشاهدون الآن. السعودية دلوقتي عندها 255 مشروع يقدر قيمتهم بحوالي 1,700,000,000,000 دولار. أكتر حاجة شبيهة للنسيج المصري والثقافة المصرية هي السعودية. المهندس شريف مصطفى العضو المنتدب لشركة IGI Developments، واحد من أهم المطورين المشاركين في معرض نايل أكسبو، كلمنا عن تفاصيل التعاون الجديد مع الشركة الوطنية للإسكان، الزراع الاستثماري لوزارة الإسكان السعودية. النهاردة احنا بنتقابل في الرياض في قلب المملكة العربية السعودية، وحضرتك كنت المودريتور لواحدة من أهم السيشنز أو الجلسات الحوارية اللي تمت النهاردة. عايزين نتعرف من حضرتك موضوع الجلسة الحوارية كان ايه؟ النهاردة الحقيقة احنا كنا بنشارك في اول نسخة من معرض سارك السعودية مصر، بحضور مطورين، عدد كبير من المطورين المصريين وحضور عدد كبير من المطورين السعوديين. الجلسة فعلا انا شاركت فيها اللي هي خطط تنمية 2030، هي كانت الجلسة التانية، وكان الحضور من السعوديين والمصريين. مواضيع كانت
بنتكلم على رؤية 2030 اللي تتزامن ما بين المملكة العربية السعودية جمهورية مصر العربية. بنتكلم على going international أو تصدير العقار. بنتكلم على مجهودات الحكومتين في تسهيل فكرة المشاركة وتفعيلها. بنتكلم على الجانب السعودي والخطوات الواسعة اللي هو خدها إن كان في التحول الرقمي الديجيتال ترانسفورميشن أو التأسيس والخطوات الواسعة اللي اتخذت في تجهيز أو تأهيل المملكة في أنها تفتح شراكات مع دول تانية أخرى. في إطار خطة مصر والسعودية لتحقيق رؤية 2030، إيه أهم التشريعات اللي سنت في خلال الفترة اللي فاتت للاتجاه ده؟ موجود في الرؤيتين المصرية والسعودية فكرة تصدير العقار أو going international للمطورين هنا وهنا. يعني مثلا الحكومة المصرية دلوقتي عدلت في قوانين تخص منح الإقامات ومنح الجنسيات من خلال العقار، منك بتدفع مبلغ معين وفي خلال مبلغ معين ده لو دخلت فلوس بشكل معين تقدر انك تاخد الإقامة أو تاخد الجنسية. نفس الكلام في الجانب السعودي، النهاردة احنا بصدد في انتظار ان يبقى في قانون، وده مش هيطلع بعد، يعني ممكن في خلال من 3 ل 6 شهور ان يبقى في تملك الغير سعوديين ممكن يبقى جوه السعوديه. السعوديه دلوقتي عندها حوالي 255 من خلال رؤيه 2030 255 مشروع يقدر قيمتهم بحوالي 1 تريليون و700 مليار دولار. ده معناه ان في نيه قويه جدا ان هم، انت عارف ان السعوديه النهارده على 2 مليون كيلومتر مربع 32 مليون نسمه، مصر 1 مليون كيلومتر مربع عليهم 108 مليون نسمة. فده بيديك مؤشر ان في تقارب، مع تقارب اللغة وتقارب الثقافة في فرصة كبيرة جدا يبقى في تقارب الخبرات. مصر إيطاليا من أهم الشركات العقارية اللي قدمت فرص وعروض في أحدث مشروعاتها، زي فينشي بالعاصمة الإدارية الجديدة وسولاري في منطقة الساحل الشمالي. تعالوا نتعرف على العروض من المهندس محمد العسال الرئيس التنفيذي لشركة مصر إيطاليا. أنا حابب النهاردة نتكلم عن الأهداف اللي خلت شركة مصر إيطاليا تشارك في المؤتمر وأيضا المعرض العقاري واللي لمسناه في خلال الزيارة دي. دي ثالث مشاركة في معارض خارج مصر، وكلهم الثلاث معارض كانوا جوه المملكة العربية السعودية. شايف من ساعة ما دخلنا الكلام ده من السنة اللي فاتت، شايف ان في حصل طفرة كبيرة جدا في السوق العقاري السعودي، وقد ايه في رؤى متقاربة ما بين رؤية الدولة جمهورية مصر العربية ورؤية المملكة في مجال التطوير العقاري وبناء انفراستراكشر او بنية تحتية قوية وشبكة طرق. ففي تقارب ما بين الرؤى. واحنا في مصر ايطاليا احنا عمرنا في السوق حوالي 40 سنة، بنعمل عدة مشاريع في مختلف المجالات سواء سكني او تجاري او اداري او سياحي، شرق القاهرة العاصمة الادارية وزي مدينة المستقبل، وفي القاهرة الجديدة، في اكتوبر، في الساحل الشمالي، في العين السخنة. فعشان كده لما جينا فكرنا قلنا اكتر حاجة شبيهة للنسيج المصري والثقافة المصرية هي السعودية. والأجمل إن أنا حسيت إن الناس مش طالعة بتتنافس، عندنا فلسفة وكلنا دي أحسن حاجة موجودة في المطورين العقاريين اللي داخلين كلنا مع بعض، مفيش تنافس ما بيننا، بالعكس إحنا كلنا بنفيد بعض وكلنا بننقل تجربة إحنا نجحنا فيها في مصر ننقلها لدولة زي المملكة العربية السعودية، ونقدم التجربة الناجحة بتاعتنا نقدمها لهم، والعكس صحيح. وشايف المعرض من، يعني أنا لغاية دلوقتي داخل 3 معارض في السعودية من ساعة ما احنا ابتدينا نتحرك. طلبة داخل التالت، يبقى اكيد انت نجحت في الاول والتاني. بالظبط. وعاوز اقول لك حاجة، انا على مستوى مصر ايطاليا في 25% في مشاريعنا في العاصمة الادارية وفي الساحل الشمالي، 25% هي مصريين في الخارج وسعوديين وامارتيين وخليجيين. واحنا في معرض عقارات النيل قابلنا المهندس ابراهيم المسيري الرئيس التنفيذي لشركه سوما باي اسطوره البحر الاحمر، لانها نفذت اول مشروع سياحي متكامل في منطقه البحر الاحمر سنه 1991، يعني كان عندها رؤيه سابقه الجميع. طبعا بكلم حضراتكم عن مشروع سوما باي، وهو أول من تبنى فكرة تصدير العقار
وقدرت في مشروعها تصدر عقارنا لعملاء كتير جدا زي ألمانيا وسويسرا والنمسا ودول تانية كتير. قبل ما نبدأ لقائنا أنا حابب أشيد بمشروع سوما بي. مشروع سوما بي ناس كده شغالة لوحدها من زمان برا الصندوق، عاملين حاجة حلوة. أعتقد أنتم من أوائل الناس اللي كانت عندها فكرة حقيقية لتصدير العقار، دخلتوا لنا مستثمرين وعملاء كتير أجانب. حابب نبذة كده عن شركة سوما بي. هي سوما بي أول مشروع تنمية متكاملة في مصر، ابتدى سنة 91. كان المشروع كل التركيز بتاعه على السوق الأجنبي وبالأخص متحدثي اللغة الألمانية، فأنت بتتكلم على ثلاث بلاد أساسية اللي هي ألمانيا والنمسا وسويسرا. وابتدينا بالشق الفندقي لفترة لحد بداية الألفينات، وبعد كده ابتدينا نخش في الشق العقاري. وإحنا فعلا من أول ناس يعني زي منتجات تانية في البحر الأحمر اللي مركزين على تصدير عقار، لأن أغلب اللي بيشتروا عندنا كان في الفترة دي بالذات زمان كان الأجانب، يعني السوق المصري ما كانش بيشتري في البحر الأحمر. فيمكن تقول في الأول كنا يمكن 90% أجانب، ودلوقتي بقى السوق العقاري المصري أو مشتري مصري ابتدى يشتري في البحر الأحمر. خلي بالك البحر الأحمر ميزته أنه الكونكشنز فيه حلوة، المطار كبير، طيران من كل حتة في الدنيا، فبالتالي هو حاجة يقدر يستعملها طول السنة، مش ملتزم بس بأنه مفيش صخب المدينة، لا ومش ملتزم بس أنه يستعمله في الصيف. وده ياخدنا لحتة تانية. أنا كنت دخلت في دبيت مع أحد الأشخاص أو دخلنا في مناقشة ما بين الناس اللي بتحب تستثمر، اللي عايز يشتري عقار للاستثمار في السكند هوم تحديدا. فالناس كلها بتروح الساحل، او معظم الناس بتروح الساحل. لما دخلنا في الديبيت ده او المناقشه ده، اكتشفت ان العائد عنده على الاستثمار لما اشترى الوحده بتاعته في سوما بي مقارنه بمشروع اخر نفس الليفل في الساحل الشمالي، لقينا ان عدد ايام ايجاره اكتر بكتير على فكره. فبالتالي العائد على الاستثمار عنده افضل. فانا دايما حابب اشير ان عندنا مناطق في مصر للاند يوزر او للعميل اللي عايز يستثمر في وحده، عندنا مناطق جيده للاستثمار مش بس الساحل الشمالي والعين السخنه. وبص البحر الاحمر فيه ميزتين. اول حاجه السوق نفسه تسعيره بالعمله الصعبه. صح. فانت ايا كان انت مستثمر اجنبي، مستثمر من اصول مصريه او مستثمر مصري، انت لما بتيجي بتبيع عاده بتلاقي ان الريسيل ماركت معظمه اجانب اكتر من الفيرست سيل ماركت. وبالتالي فدي ميزه كبيره قوي، وكمان نظرا للظروف اللي احنا فيها دي حاجه فيري اتراكتيف لاي مستثمر داخل. الجزء الشق اللي هو مرتبط بالايجار، يعني احنا عندنا بزنس بتاعنا اسمه سوما بي هوليديز، عامله زي اير بي ان بي كده بتاعت سوما، وبالتالي الايجار فيها طول السنه. دلوقتي بقى خلي بالك منطقه البحر الاحمر وغردقه وكده، دلوقتي بقى في اللونج تيرم، الناس اللي جايه تاجر سنه واثنين، وابتدى يعني عايز اقول لك احنا ابتدى يفتح مدارس ومستشفيات فالناس دلوقتي بقت بتبص للبحر الاحمر على انه جهه يقدر يعني مع الوقت انا شايف انه هيتحول لنوع من الفيرست هوم. السوق العقاري السعودي بيتميز بحوافز عديده جدا وفي فرص ضخمه، واللي هنتعرف عليها خلال لقائنا مع السيد احمد العتال رئيس مجلس اداره مجموعه العتال القبضه. النهارده في الرياض في قلب المملكه العربيه السعوديه لبحث سبل التكامل ما بين مصر والسعودية في المجال العقاري. ايه هي بقى سبل التكامل في المجال العقاري؟ احنا بنشوف النهاردة عدد مطورين مصريين جايين يستثمروا في المملكة، كمان تشارك الخبرات ما بين المطورين المصريين والسوق السعودي الواعد، كلهم جايين يبحثوا عن سبل شراكة او سبل استثمار في قطاع التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية. بصراحة إيه اللي هيعود على الاقتصاد المصري وعلى مصر بشكل عام من استثمار المطورين المصريين في السوق السعودي؟ واحدة من أهم النقاط التكامل والشراكة اللي هتحصل ما بين السوقين هي إن إحنا عندنا في مصر هيبقى عندنا في الأيادي العاملة والمفكرين والمهندسين والأساتذة، كل الناس القائمين على التطوير العقاري في مصر، اتفتح لهم مجالات وسبل في أماكن جديدة، مما يعني فتح بيوت أكتر، أرزاق أكتر، إلى جانب إن إحنا لما بننقل خبراتنا وبننقل وبنعمل استثماراتنا فإحنا بننقل ثقافتنا، وفاينالي نقدر نقول بمنتهى الوضوح إن بقى عندنا
قطاع قادر انه يبنتريت اسواق واسواق قويه واسواق قديمه، وده احنا ما شفناهوش قبل كده. الحقيقه لتحقيق النجاح وتحقيق فكره ان احنا كمصريين احنا مش محليين، احنا مالتي ناشونال، احنا نقدر نيجي نعمل عندكم مشاريع، احنا مش هننتظر الشركات الاجنبيه بس هي اللي هتيجي تعمل عندنا مشروعات. وده ياخدنا لنقطه تانية، اذا تم النجاح في المملكه العربيه السعوديه وهي اكبر دوله في الخليج، ماذا لو رحنا لابعد من كده، الدول الخليج الاخرى، ماذا لو رحنا ابعد من كده؟ فانا اعتقد ان ده مستقبل جيد لقطاع قوي قديم لتصدير الخبرات العقاريه، لتصدير الخبرات العقاريه، ومش بس تصدير الخبرات العقاريه، اللاين العقاري نفسه لما يخرج بره الحدود المصريه ده نجاح يا سراج. واتمنى ان العدوى دي تنتقل للقطاعات الاخرى الصناعيه والتجاريه والزراعيه. مصر قادره يا سراج. المهندس احمد منصور الرئيس التنفيذي لشركه كريد العقاريه كشف لبرنامج الجدعان ريل استيت ان الحكومه السعوديه حققت طفره في منظومه التسجيل العقاري وتفعيل الصناديق العقاريه، وده ساهم في انعاش السوق العقاري السعودي. النهاردة المؤتمر بعنوان تكامل لا تنافس، وأول جلسة حوارية النهاردة كانت بنفس العنوان، فالسوق المصري ليه الخصائص بتاعته وكمان السوق السعودي ليه خصائص مختلفة. إيه أهم الاختلافات ما بين السوقين وإزاي نقدر نحقق التكامل في وجود الاختلافات دي؟ لو هنتكلم على المطورين أو كحكومة أو إجراءات، مثلا السعودية ممكن تكون عندها تقنين أكثر للقوانين والتنظيمية للتطوير العقاري عن مصر، أوكي؟ ودي في نفس الوقت ميزه في الناحيه الثانيه في مصر، ان في فلكسبيليتي، انت لو مطار عايز تخش هتخش بسهوله اكبر شويه، مفيش اجراءات معقده. تاني حاجه، السوق في مصر معتمد بشكل كبير قوي على الطلب المحلي، السوق في السعوديه معتمد حتى الان على الطلب المحلي، هم لسه ما فتحوش التملك للاجانب، بس بتوجه السعوديه الفتره اللي فاتت دي ان احنا عايزين كل المراكز الاداره الرئيسيه بتاعت كل الشركات العالميه تبقى عندهم، يعني بيحاولوا يعملوا نفس اللي دبي كانت بتعمله من 15 20 سنه. احنا السوق في مصر او المطورين في مصر بصراحه يعني عندهم كانوها، ولا احنا ممكن نبقى سابقين شويه عن السعوديه في الوقت الحالي. احنا اوريدي عملنا نقدر نعمل جيتد كوميونتي مقفوله كامله متكامله فيها كل الخدمات، الجزء المعماري والترفيهي وكده، لا عندنا تطور كبير قوي فيه هنا. السعوديه لسه ما وصلتش الكلام ده كله، بس هم في الدايركشن، ويمكن ده الجزء بقى اللي احنا ممكن نتكلم فيه، ان احنا يعني زي ما بيقولوا نتعاون مع بعض فيه. قطاع التطوير السياحي كان على راس الملفات اللي ناقشها مؤتمر عقارات النيل في مدينه الرياض، وحقيقي كانت كلها مقترحات مهمه، هدفها الاول تنشيط البرامج السياحيه المشتركه واستغلال ثروه مصر من الفنادق، واللي بتصل لحوالي 1250 فندق بإجمالي تقريباً 230 ألف غرفة فندقية. تعالوا نقابل النائب أحمد الطيبي وكيل لجنة السياحة والطيران بالبرلمان المصري. سيادة النائب، بعد ما فرحنا جداً بأرقام السياحة اللي زادت من بداية سنة 2023، رجعنا قلقنا مع نهاية السنة بسبب الأحداث اللي بتحصل. عايزين نعرف من حضرتك وضع السياحة النهاردة إيه وتأثره بالأحداث اللي حصلة، ودور مجلس النواب في التعامل مع الملف ده. الحقيقة هو دور مجلس النواب في من خلال لجنة السياحة والطيران في التعامل مع هذا الملف هو دور الحقيقة رقابي ودور تشريعي. والحقيقة لجنة السياحة والطيران عدت العديد من القوانين واعتمدت العديد من القوانين في خلال الفصل التشريعي، الحقيقة كلها لصالح السياحة ولصالح تطوير السياحة وجذب المزيد من السياح في مصر. اما حضرتك بالنسبه للوضع الحالي، فانا احب اطمن الناس كلها، الحمد لله احنا نسب الاشغال عندنا في جمهوريه مصر العربيه بتتعدى 90%، وده الحقيقه رقم جيد جدا وده الطبيعي. يمكن حصل انخفاض شويه في بعض المدن القريبه من الصراع اللي موجود حاليا، زي في طابا مثلا، في دهب، في نويبع، هي دي المدن الحقيقه اللي تاثرت شويه. والمدن دي الحقيقه ما فيهاش كثافات سياحيه كبيره وما فيهاش استثمارات كتير وما فيهاش فنادق كبيره. نسبه 4% من الناتج القومي المحلي للسياحه رقم قليل جدا مع كل الامكانيات السياحيه اللي موجوده في مصر. ايه الخطه اللي هتتم في خلال السنين اللي جايه لزياده معدلات السياحه؟ بص، الحقيقة السياحة قاطرة اقتصادية قوية جدا، خاصة بالنسبة لجمهورية مصر العربية. يعني احنا النهاردة في مؤتمر عقاري موجودين في الرياض النهاردة للتعاون والتكامل مع السعودية وتنشيط
السوق العقاري في البلدين. الحقيقة ان السياحة نفسها هي جاذبة للسوق العقاري، لان السياحة النهاردة جميع الانشطة التي تقع تحت مظلة السياحة الحقيقة فيها الجزء العقاري فيها كبير، الاستثمارات العقارية فيها ضخمة، بل بالعكس دي من اهم انواع الاستثمار العقاري، لان الاستثمار العقاري الحقيقة الاطول والعائد بتاعه أعلى والضخم أكتر بيكون في الاستثمارات السياحية، لأن أنت ما عندكش تدفقات نقدية وقت التنفيذ في المشروع السياحي، لكن عندك تدفقات نقدية داخلة في وقت تنفيذ المشروع العقاري الاستثمار العقاري الطبيعي. فبالتالي هي محتاجة لمزيد من الاستثمار، محتاجة لتعاون مع جميع الدول المجاورة، لأنها كلها مستفيدة، كلها بتحقق أرباح كويسة جدا، ومصر دولة متعددة المنتجات السياحية. تشاهدون بعد قليل. النهاردة انت عندك في السعودية أكتر من 4 مليون مصري، وزائد كمان أن الإخوة السعوديين كمان دايما بيحبوا يشتروا في مصر، فتواجدنا معاهم وفستهم بشكل دائم في المملكة بيبقى شيء مهم جدا. تشاهدون الآن. النهاردة انت عندك في السعودية أكتر من 4 مليون مصري، وزائد كمان أن الإخوة السعوديين كمان دايما بيحبوا يشتروا في مصر، فتواجدنا معاهم وفستهم بشكل دائم في المملكة بيبقى شيء مهم جدا. كان مهم واحنا في معرض نايل اكسبو نقابل رئيس مكتب مصر وافريقيا بالاتحاد الدولي للعقار المهندس عبد الناصر طه، وهو كلمنا عن تجربه المملكه العربيه في جذب الاستثمار الاجنبي واحدث الحلول الذكيه اللي بتنفذها في مشروعات البنيه التحتيه. باشمهندس عبد الناصر، حضرتك رئيس مكتب مصر وافريقيا في الاتحاد الدولي للعقار في يابسا، رؤيه حضرتك لتوجه السوق السعودي للاسواق العالميه؟ هو في الحقيقه في اطار التنميه اللي هي أساساً اقتصادية واجتماعية في إطار الرؤية، التنمية العمرانية بتيجي موضوع وملف ضخم جداً وأساسي لخدمة أولاً السكان ورفع نسب التملك وتحسين أوضاع سوق الإسكان، وده حصل منه خطوات استثنائية في الفترة اللي فاتت بالنسبة للسكان والمواطنين السعوديين، وماشية كبرامج ناجحة يعني. لكن هو في حاجة مهمة جدا، انه مشروعات الدولة الميجا بروجيكتس، الحاجات الايكونيك اللي بتتبني دلوقتي كمشروعات عملاقة وقومية، بتودي سوق المملكة لشكل تاني انا بعتبره بكل المقاييس استثنائي في الكواليتي، في الحجم، في التصميمات والتوجهات بتاعته، وبالتأكيد ان المشاريع دي مشاريع تعتبر ذات تنافسية وقدرة على التنافس الدولي، بالتالي هي بداية قوية ورأس الحربة فيها الدولة نفسها عشان تنشئ مجموعة من المشاريع تحقق التوجهات دي في السوق العقاري مش في سوق الإسكان. ده بيعمل ترويج أولا عمراني للتنمية العمرانية في المنطقة كلها، لروز الأموال اللي بتتحرك نحو الاستثمارات العقارية، وإحنا شايفين مطورين من دول كتيرة ابتدت تتقدم عشان تدرس السوق وتدرس ازاي ممكن تشارك في النهضة العمرانية اللي حجمها ضخم جدا، بيرافقها شغل كتير جدا في الانفراستراكشر والكونكتيفيتي وانواع كتيرة من السياحة والتطور في المنشآت السياحية، فهي مجموعة كبيرة جدا من الشرايين المتكاملة اللي ماشية بخطط وكي بي ايز واشكال كلها متوازية عشان تحقق هدف كبير في إطار الرؤية. تشكيل لجنة مشتركة بين المطورين للتواصل مع الحكومات في مصر والسعودية، ومنح رخص ذهبية للمشروعات العقارية السعودية، وتفعيل الصناديق العقارية كانت على رأس التوصيات التسعة اللي خرج بها المؤتمر المصري السعودي في معرض عقارات النيل. تعالوا نعرفها بالتفصيل من الكاتب الصحفي أحمد أبو ريا المنسق العام للمؤتمر. إيه الجمال ده؟ رب خليك. من قبل ما نطلع من القاهرة، التنظيم لحد النهارده التنظيم اكثر من رائع. في البدايه انا حابب اعرف مين اللي اختار الاسم بتاع المؤتمر. فكره جت وخاصه بتاعه المؤتمر، احنا كنا في لقاء مع المهندس ماجد الحقير وزير الاسكان السعودي في 24 مايو اللي فات،
كان في حوالي 24 مطور مصري موجودين. قعدنا في هذا المؤتمر وسمعنا كلام الوزير الدكتور ماجد الحقيل وترحيبه الشركات المصرية، وبالتالي قلنا طيب ما نحول ده لمؤتمر يبقى فيه تواجد سعودي وتواجد مصري، لأن التواجد كان مع معالي وزير الإسكان السعودي، كان هو تواجد الشركات المصرية فقط. فكرة المؤتمر كانت هي إن كان في مقولة ظهرت مؤخرا إن هناك تنافس ما بين السعودية ومصر على المستثمرين السعوديين والمطورين المصريين، كل دولة عايزة تجتذب الطرف الآخر. احنا عشان هنا جات الفكرة اما عدنا مع المهندس احمد صبور تحديدا، طب نفكر كان في اكتر من اسم، وبعدين اقترحنا طب ليه يا جماعة تكامل لا تنافس، احنا مش رايحين نتنافس مع حد، احنا رايحين نتكامل. هم عندهم رؤية وسابقيننا في حاجات واحنا سابقينهم في حاجات، زي يمكن ما سمعت حضرتك على مدار اليوم النهاردة المملكة سبقانا حرفيا في 3-4 بنود، اهمهم يمكن الصناديق العقارية اللي احنا متأخرين فيها جدا في مصر للأسف، وبالتالي الناس سابقينا جدا في دي. حتى في البيع الخارطة هم حطوا ايكو سيستم افضل من اللي عندنا حقيقي، اللي هو الاوف لاند سيلز والبيع المخاطر، الاوف لاند سيلز عندنا هو هنا البيع الخارطة، مع انه جديد بالنسبة لي، جديد لكن هو حطه في سيستم معدل. تعلم من تجربتي. اتعلم من تجربتنا واتعلم من تجربة دبي واتعلم من تجارب اخرى يعني، وبالتالي الناس هنا وصلت لإيكو سيستم او سيستم محترم ما بيخرجش المشروع اوت كنترول او بره التنظيم او بره السيطرة، وبالتالي هنا نقدر نقول ان هم سبقونا في ده، زي ما احنا سبقناهم في الانشاءات وتخطيط المدن. هم ما عندهمش مدن او كومباوند او ما يعرف بالكومباوندات، لا هم ما عندهمش ده، احنا عندنا يمكن سابقين في ده شوية. عندي سؤال برضو، اشمعنى انا بشوف مؤتمر زي ده في السعودية ما شفتوش في الامارات، شفتوش في البحرين؟ عندنا بلان طويلة ان احنا، وعندنا دول بترحب بينا، وعندنا دول تواصلت معانا اوريدي ان احنا نعمل حاجة زي كده ان شاء الله يعني بإذن الله، وبشكل ايجابي وبشكل جيد، لسبب بسيط جدا ان السعودية افضل مستثمر في سوق مصر. خلي بال حضراتكم، نجاح اي معرض عقاري دلوقتي لازم يكون وراه كيان فاهم يعني ايه تنظيم حدث عقاري دولي، ومعرض نايل اكسبو اللي بتنظمه شركة اكسبو ريبابليك حقيقي كان نموذج مشرف من اول استقبال العارضين في مطار الملك خالد بالمملكة العربية السعودية، حاجة كده 5 نجوم. ولو هنتكلم بالارقام، معرض نايل اكسبو السنة دي في الرياض زاروا اكتر من 6000 عميل، ومبيعاته تجاوزت 1 مليار جنيه، وبيستعد في فبراير 2024 لتنظيم الدورة الـ12، لكن المفاجأة إنها في ولاية نيوجيرسي بأمريكا، وده اللي عرفناه من الدكتور باسم كليلة رئيس مجلس إدارة شركة إكسبو ريبابليك المنظمة لمعرض عقارات النيل. مرة تانية وإحنا معاك في الرياض وفي آخر ساعات معرض نايل إكسبو اللي حقق نجاح كبير هو والمؤتمر، ولحد آخر ساعات المعرض لسه المعرض شغال ولسه الترافيك شغال والناس مقبلة عليه إقبال شديد جدا. الحمد لله ربنا أكرمنا في دي الدورة الـ11، وكنا الأسبوع اللي فات كمان في جدة كان عندنا الدورة الـ10، والحمد لله شفنا إقبال كبير جدا 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 المرة دي. بنشكر كل الشركات اللي شاركت معنا في المعرض، ونشكر العملاء اللي زارونا في المعرضين، وده تأكيد لنجاح المنتج العقاري المصري وثقة في المطورين العقاريين المصريين، ونتمنى دايما التوفيق يا رب. المعرض المرة دي كان معرضين، معرض في جدة ومعرض في الرياض. ايه سر اختياركم ان انتوا تعملوا معرض متصل ما بين جدة والرياض في خلال اسبوع؟ طلب الزوار بيتزايد، واحنا دايما بنعمل جدة مرة واحدة كل سنة، ويمكن السنة دي كان اختيارنا في جدة في شهر نوفمبر. احنا كنا هنا في الرياض في شهر 5 وجينا المرة دي اهو في شهر نوفمبر، وان شاء الله احنا دايما في يعني السعودية دايما بنطلع منها في كل سنة بحوالي 3-4 معارض، بيبقى دايما منهم دورة لجدة و2 أو 3 للرياض. النهاردة انت عندك في السعودية اكتر من 4 مليون مصري، وزائد كمان ان الاخوه السعوديين كمان دايما بيحبوا يشتروا في مصر، فتواجدنا معاهم وفي وسطهم بشكل دائم في المملكه بيبقى شيء مهم جدا. ده انجاز كبير، وانت النهارده واحد من اهم اللاعبين في الهدف اللي كلنا بنسعى ليه، وهو تصدير العقار المصري اللي النهارده احنا شايفينه على اعلى مستوى ومحتاج يتسوق بشكل افضل. انت بتقوم بدور مهم جدا في تسويق العقار ده، عشان كده عايز اعرف من حضرتك المعرض اللي جاي هيكون امتى؟ احنا خلاص تقريبا كده نهايه 2023، بنحضر حاليا لنيو جيرسي في الولايات المتحده الامريكيه في 23 فبراير 2024. دي هتكون اول مره في امريكا، دي اول مره في 2024 في امريكا، وده اول معرض رسمي بيقام في امريكا. خد بال حضرتك برضو دعم الحكومه لينا بيحفزنا ان احنا نفتح اسواق جديده، وقوه المنتج العقاري هو ده اللي بيشجعنا اكتر. في أمريكا النهاردة سوق مهم جداً،
احنا بنتكلم على نيوجيرسي فيها اكتر من 400,000 مصري، نيويورك تبعد عنها نص ساعه بالعربيه فيها اكتر من 80,000 مصري، فاحنا بنتكلم على قوانين فيها اكتر من تقريبا نص مليون مصري، ونيوجيرسي كمان تحديدا فيها اكتر من 3 مليون عربي، ودول بيهتموا بالشراء في مصر بشكل كبير. فاحنا ان شاء الله هنكون متواجدين هناك من 23 ل 25 فبراير 2024، ونتمنى ان احنا نعمل حاجه مشرفه ان شاء الله. الاستعانة بخبرات مصرية في السوق العقاري السعودي شهادة أثبتت للعالم نجاح تجربة مصر في قطاع العمران، واللي كان حصدها 61 مدينة ذكية وعاصمة إدارية جديدة وشرايين حياة ممتدة بإجمالي 7500 كيلومتر، ولسه مكملين هنعمر ونبني كل شبر من أرض مصر.